الدقيقة الأخيرة عن ما أفضل صدقة جارية للميت، وهل الميت يعلم بكل شخص يدعو له؟ أفضل الصدقات بالنسبة للأموات نعم ما كان في العلم الشرعي نعم وما كان في نشر الكتاب والسنة ودعم حملة الكتاب والسنة، وهذا لا يقتصر على أشخاص فقط بل مؤسسات، مواقع، قنوات، كل ما كان نشرا للخير فابذلوا فيه، فهذا هو الخير الذي يبقى. أفضل ما تصرف فيه الأموال نشر العلم، لأن العلم أحوج ما يكون الناس إلى العلم. بعض الناس يقول يعني أنا تكلمت مع مؤسسة بعنوان مؤسسة الكتاب الخيرية، نعم كتبت كلمات يسيرة في هذا، فجاء واحد قال سدوا جوعتهم قبل أن تعطوهم كتابا. نعم. يعني نحن لا نقول أهلكوهم موتا وأعطوهم كتابا، لكن هذا جانب مغفول عنه. قل من المشاريع الخيرية ما يعتني بالتعليم ورفع الجهل وتوفير ما يحتاجه الناس من المعارف والعلوم، سواء كان ذلك بالكتب الورقية أو بالكتب الرقمية، سواء كان ذلك عن طريق وسائل الاتصال المعاصر أو عن طريق إرسال الكتب، هذه حاجة وهي من العلم النافع الذي يبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية وهو الصدقة المستمرة نفعها، علم ينتفع به وهذا فيما يتركه هو أو فيما يتسبب فيه من الأوقاف التي تدعم طلبة العلم، التي تغذي المراكز العلمية، التي تكفل حفظة القرآن، التي تنشر المعرفة بين الناس، وولد صالح يدعو له وهو الدعاء له بعد موته من 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 أقاربه وغيره. هل يعلم هذا الجزء الثاني؟ هل يعلم الميت بمن يدعو له؟ ما أعلم، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم.